السلام عليكم ومرحبا بكم معنا، معكم حياء الإدريسي. وكما عودناكم كيف ديما، احنا اليوم كنتواجد مع مجلس أصوات في شخص سي علي الصبيح. ألوغ كما ذكرنا في آخر مسابقة اللي توجد بها ملكة جبل فاس، أننا كنوجدوا التظاهرة اللي غادي تكون في مدينة فاس إن شاء الله، وهي كما عبارة عن ملكة جمال المغرب للثقافة والتراث العربي، واللي غادي تنظم إن شاء الله في مدينة فاس في شهر 10 بتاريخ 7 في شهر 10. الشغالات قائمة على قدم وساق من أجل إنجاح التظاهرة هذه إن شاء الله. عندنا مشاركات بيان سيغ من داخل المغرب وخارج المغرب لحاملي الجنسية المغربية وأيضا العربية من أجل المشاركة في التظاهرة. لذلك حنا كنستعدو كما سبق لي قلت سلاسل ماشية كتسمى على قدم الوساق من أجل إنجاح التظاهرة هذه إن شاء الله اللي تكون من فاس بتاريخ 7 في شهر 10 إن شاء الله. انتظر معنا، غادي يكونوا فنانين معنا إن شاء الله من داخل المغرب ومن خارج المغرب من أجل إنجاح إحياء التظاهرة. أيضا ما ننساوش أيضا لي سبونسور أو الداعمين اللي معنا، وكنشكرهم وكنقدموا لهم الشكر من أجل الدعم ديالهم اللي كيقدموا من أجل إنجاح التظاهرة أو التظاهرات الثقافية اللي كيكونوا دائما بحال هكا. كنشكروا أيضا الصحافة اللي كتقوم بتغطية هذه الحالات ولا جميع الأحداث اللي كتقوم بتغطيتها في هذا الإطار هذا. أيضا ما ننساوش بالذكر التسجيل مازال مفتوح بالنسبة للناس الراغبات في المشاركة. كالآتي: كاين 0 36 30 11 28، اللي هو 0 7 14 65 03 72. بالنسبة للقوانين ديال المشاركة في هاد الكومبيتيسيون أو في التظاهرة أو في هاد الكاستينغ هذا، فإن شاء الله يمكن لكم تتواصلوا مع الأرقام التالية أو عبر البريد الإلكتروني اللي غادي يظهر لكم على الشاشة لتحت، وتوصلوا بالقانون الداخلي ديال لا كومبيتيسيون. هذا خاص فقط بالمتشاركات او اللي يكون اللي غادي يكونوا في هذا الكومبيتيسيون. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركات اللي غادي يكونوا حاضرين معنا، ونتمنى القواعد اللي كنقلبوا عليها من داخل المغرب او لا من خارج المغرب. المهم الانسان اللي غادي تكون كتسال هذا اللقب راه غادي يحصل عليه في التظاهر هذه. وشكرا.